اليوم بدو صباح الباكر برامين الفجر على مدينة حلب عبعيدين على الهلوك وهون احنا كمان في حي بالله برامين الفجر على هذه المبنى على هذه المبنى السكني عائلتي تحت الانقاض حاليا ساعتين من العمل ساعتين من العمل متواصل ما قدرنا النتيجة الاليات عم تشتغل بدات عائلتين مفقودين كاملات عائلتين مفقودين تحت الانقاض بنات اطفال بنات النساء وقدر مستمر في حلب المدافع مستمرة استهدفت الجماعة السكنية